النهاردة معانا جهاز جالاكسي تاب 3، الموديل بتاعه بي 5200. هو المشكلة بتاعته ان البطارية بتفضى بسرعة وبتفرغ بسرعة، فالنهاردة هنقوم بتغيير البطارية وهنشوف ازاي برضو هنفتحه بطريقة ما بوظش فيه التاتش ولا بوظ فيه حاجة في الجهاز. مرح معانا اوبن تول، هي الموديل بتاعها LBT 3A. ميزة الاوبن تول دي ان هي رفيعة نسبيا، ما بتأثرش علينا في عملية الفك ولا بتجرح الجهاز. تمام، هنبتدي نفك الجهاز من هنا. الجهاز ده طبعا كله عبارة عن كبس، ما فيهوش أي نوع من أنواع المسامير إلا بالداخل الجهاز نفسه. كده الجهاز اتفك زي ما انتوا شايفين. هو الجزء الخاص بالكفر اتفك طبعا، والجزء الداخلي للجهاز كله عبارة عن مسامير. احنا هنبتدي نفك الفلاتات الاساسية دي، الفلاتة الخاصة بالشاشة، ودي الفلاتة الخاصة بجزء الشحن والمايكروفون. وطبعا بتشغل لنا نفس الفلاتة دي، بتشغل لنا زرار الهوم، هو الزرار الهوم اللي هنا قدام، وبتشغل لنا زرار الرجوع وزرار الخيارات. هي الفلاتة دي المسؤولة عن كده، والفلاتة الأخيرة هي الفلاتة الكبيرة دي بتاعت التاتش. طبعا هنبتدي نرفع الفلاتات تويزر. هنلاحظ طبعا ان في جزء حماية فوق الفلاتات، طبعا الفلاتات دي بتترفع ممكن بأوبن تول برضو رفيعة، أو ممكن ترفعها بإيدك طبعا، لأن بتبقى ضعيفة زيادة عن اللزوم في الفك والتركيب، ممكن تنكسر مننا. نفك البطارية. البطارية ليها مسامير، مسامرها هنا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، دي البطارية بالكامل. كل المسامير وهنغيرها ان شاء الله على طول.
طبعا ده الجزء الخاص بالبطارية من على البورد. كده يعتبر احنا فكينا البطارية. دي البطارية الجديدة برضو هتتركب مكانها. طبعا انا براعي ان انا اربط البطارية الاول واركب الفلاتات بالكامل، وبعد كده اوصل البطارية واشغل الجهاز. طبعا براعي ان انا بركب الاول فلاتات الجهاز بالكامل، وما بديش للجهاز باور، لان دي المشكلة اللي دايما بنقع فيها. لو ادينا للجهاز باور او وصلنا البطارية وركبنا الفلاتات للشاشة، دايما بيطلع عندنا عطل في دوائر الاضاءة بالنسبة للشاشة، او الشاشة بتقطع خالص. احنا ركبنا كل الفلاتات، بعدين هنوصل البطارية. انت جربت الجهاز؟ طبعا زي ما انتم شايفين البطارية الجديدة اتغيرت وقومت الجهاز بنجاح. دي من الأعطال البسيطة اللي بتقابلنا في عمليات تغيير البطاريات، مشكلة ممكن بسيطة بس الفك والتركيب بالنسبة للجهاز، لأنه كله عبارة عن كليبس ما فيهوش مسامير تفكه، فمعظم الفنيين هم بيفكوا الجهاز من نفس الموديل، ممكن يكسر التاتش سكرين او يعمل شرخ في التاتش سكرين. وطبعا احنا بنراعي في الفك والتركيب ان احنا نستخدم ادوات تبقى مناسبة للجهاز. هنبتدي نقفل الجهاز. طبعا عملية الضغط بتبقى بسيطة، لأني لو ضغطنا جامد شوية ممكن يحصل كسر أو شرخ في التاتش الخارجي كده.